نأتي الآن إلى توضيح أحد الفلاتر التي تستخدم في إزالة النويز من الصور الرقمية، وهو المين فلتر أو ما يسمى بالأفرجينج فلتر، يا أما نسميه الأفرجينج فلتر أو المين فلتر، أي مرشح المعدل أو المتوسط. كيف يعمل هذا الفلتر؟ They operate on local group of pixels called neighborhood، يعني يعمل على مجموعة تحيط بالبيكسل، كل بيكسل وجوارها، يأخذ المعدل لهذه البيكسل وجوارها من البيكسلز الأخرى، يجد قيمة هذا المعدل، يقوم باستبدال قيمة البيكسل بهذا المعدل. نعيد، They operate on local group of pixels called neighborhood، أي جوار البيكسل. And replace، يبدل أو يستبدل the center of pixel with average of the pixel in this neighborhood، يقوم بإبدال هذه البيكسل اللي هي تتوسط هذه البيكسلز الجوار ويبدلها بقيمة المتوسط أو المعدل. عملية الإبدال تنفذ من خلال الconvolution mask اللي ذكرناه، مثل ما ذكرنا سابقا أنه هذه الفلاتر تعتمد في مبدأ عملها يعتمد على الconvolution mask، مثل المثال التالي. هذا المثال الماسك ممكن نسميه arithmetic mean filter، arithmetic mean filter smoothing، أو low pass filter. هذا ماسك حجمه 3x3، لو نلاحظ قيم عناصر أو elements اللي يتكون منها هذا الماسك هي كلها متشابهة، 1x9، 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 1x9. إذا نجمع عناصر هذا الماسك راح تساوي، مجموع عناصر هذا الماسك تساوي 1. ونتذكر القاعدة السابقة، في حالة إنه مجموع عناصر الماسك إذا كان تساوي 1، فعند تطبيق هذا الماسك راح يكون عندنا الـ average brightness of the image will be retained، أي راح تكون شنو، نحافظ على سطوع أو إضاءة الصورة عند تطبيق هذا الماسك. أيضا هناك صفة أخرى في هذا الماسك، لو نلاحظ أنه كل قيمة موجبة، كل قيمة موجبة. وأيضا لو نرجع للقاعدة السابقة، إذا كانت if the coefficients of the mask are all positive، إذا كانت كلها قيم موجبة، this filter will be blur the image، أي إنه راح يسبب نوع من البلورينج أو الضبابية على الصورة المستخدمة. فإذا إحدى سلبيات المين فلتر هي ممكن إنه يسبب البلورينج للصورة عند تطبيقه لإزالة النويز من هذه الصورة. ممكن يحمل إيجابيات وممكن يحمل سلبيات. إيجابياته هو ممكن يلغي النويز من الصورة إلى حد ما، لكنه ممكن أنه يتسبب في إضافة نوع من البلورينج للصورة مطبق عليها. ملاحظة اللي ذكرناها قبل قليل، Note that the coefficients of this mask sum to 1، يعني مجموع عناصر تساوي 1، so the image brightness will be retained، يعني راح يبقى محافظ على سطوع الصورة أو إضاءته. أيضا and the coefficients are all positive، إذا so it will tend، راح يؤدي إلى blur this image أو the image. هذا النوع من المين فلتر smooth out local variation، يعني نعم الحواف locally، local variation أي البكسل وجوارها من ضمن الصورة، so it is essentially a low pass filter، لذلك يطلق عليه low pass filter لأنه يشتغل locally على البكسل وجوارها. ممكن نستنتج أن low pass filter can be used to attenuate image noise، يعني يقوم بإضعاف النويز أو إزالته أو إلغائه من الصورة. ومن خلال شنو؟ من خلال إنه هذا المين فلتر يقوم بإزالة الهاي فريكونسي اللي هو النويز، يكون متسبب يعني قيمة النويز دائما تكون
تاخذ ترددات عالية، فهذا من نطبق اللو باس فلتر راح تلغى هذه الترددات العالية وتبقى الترددات الواطئة، لذلك يسمى باللو باس فلتر، أي يمرر القيم الواطئة فقط أو يبقي عليها، فلذلك النويز يلغى بسبب اللو باس فلتر. هنا عندنا مثال الأوريجينال إيمج، هذه الصورة أوريجينال إيمج عند تطبيق الميم فلتر إيمج، لو نلاحظ أنه ممكن أنه تلغى لغة من عندها النويز لكنها صارت مور بلورينج، يعني ممكن تكون أقل وضوح أو أصبحت مضببة أكثر من السابق عند تطبيق الميم فلتر على الصورة الأصلية. إذن هذه الفلترد إيمج بواسطة الميم فلتر، وهذه الأوريجينال فلتر لكنها شنو معرضة إلى النويز. هذه لو نلاحظ هنا أكو نقاط مع النويز، هنا لغت هذه النقاط لكن بالناتج ككل الصورة صارت مور بلورينج. لنأخذ مثال على تطبيق الميم فلتر على صورة رقمية أو صورة جزئية. مثال use a 3x3 mean filter for removing noise from the following sub image، لإلغاء النويز من هذه الصورة الجزئية، هذه الـ input image عندنا original image، يراد تطبيق المين فلتر على هذه الصورة، فالـ input image هي عندنا هذه الـ original image، أبعادها 5x5 يعني 5 صفوف في 5 أعمدة. حتى نطبق عليها المين فلتر مثل ما ذكرنا أنه مبدأ عمل المين فلتر يأخذ البيكسل وجوارها. لو نلاحظ أي بيكسل هنا، مثلا هذه البيكسل 8، جوارها هو لو نريد نفتح ويندو عليها 3x3 فجوارها راح يصير كل هذا الريجن اللي تشوفه، أنا دا أحدده قدامكم، كل هذا الريجن هو جوارها، يعني هذه 8 هي تتوسط ويندو حجمها 3x3، نفتح ويندو حجمها 3x3، فجوار هذه البيكسل هي نبدأ من اليسار إلى اليمين 8 9 10، ننزل 9 8 12 13، نصعد 12 8، فهذا هو كل جوار 8. نفس المبدأ بالنسبة للبيكسل 9، أيضا لها جوار 3x3، 9 10 11 10 9 8 12 8، وهكذا بالنسبة لل البيكسل الآخر 10، أيضا إلى جوار اللي هو 3x3 جواره هو 10 11 12 11 10 9 8 9. لكن لو نأتي للقيمة 11، هل لها جوار 3x3؟ لا، ما لها جوار. أي لو نأتي للقيمة 12، هل لها جوار 3x3؟ أيضا ما لها. إذا لو نلاحظ كل القيم الطرفية أو على الحواف للصورة راح تفتقر لجوار 3x3، وبالتالي ما راح نقدر نطبق المين فلتر على هذه البيكسلز بهذه المواقع التي تقع على حافة الصورة، التي تقع على حافة الصورة، هذه هذا الصف الأول، هذا الصف الأخير، ما راح نقدر نطبق عليه المين فلتر. أيضا العمود الأول والعمود الأخير ما نقدر نطبق المين فلتر عليه. زين، حتى نحل هذه المشكلة نقوم بإضافة إطار من الأصفار، الحالة نسميها البادينج زيرو أو زيرو بادينجز، نضيف هذه الأصفار بإطار الصورة حتى كل البيكسلز، كل البيكسلز للإنبوت إيمج إلها جوار 3x3 ونقدر نطبق المين فلتر عليها. ضفنا هنا، ضفنا قمنا بإضافة إطار من الأصفار هنا الملون باللون الأحمر كما موضح أمامكم، يعني صف بالبداية من الأصفار وصف بنهاية أيضا الصورة، عمود من الأصفار في بداية الأعمدة، وأيضا قمنا بإضافة عمود من الأصفار في نهاية الصورة، بالتالي يصبح عندنا إطار من الأصفار. هسه لو نجي ناخذ البيكسل الأولى، هذه راح يكون لها جوار، وهذا الجوار 3x3، راح تلاحظ أنه جوار الثمانية هو 0 0 0 9 8 12 0 0، فبالتالي انحلت هذه المشكلة. مثل ما ذكرنا سابقا احنا نحتاج في تطبيق هكذا نوع من الفلاتر الى ماسك او الفلتر ماسك.
مين فلتر يستخدم هذا الفلتر اللي قيمه موضحة أمامكم؟ كل قيمة 1/9 أبعاد 3/3. فإذا راح نفتح نافذة حجمها أيضا بحجم هذا الماسك حتى نعمل على تمرير هذا الماسك في كل مرة بهذا الحجم مثل ما ملون أمامكم بالشاشة باللون الأصفر. يعني هنا الويندو اللي فتحناها على الصورة 3/3 وحجم الماسك أيضا 3/3، ونقوم بضرب كل قيمة بالماسك القيمة اللي تقابله بالصورة، يعني 1/9 في 0 ونجمع زائدا 1/9 في 0 زائدا 1/9 في 0، ننزل صف آخر زائدا 1/9 في 0 زائدا 1/9 في 8 زائدا 1/9 في 9 زائدا 1/9 في 0 زائدا 1/9 في 12 زائدا 1/9 في 8. بهذه الطريقة احنا نسميها الويتد سام، اي او الدوت برودكت الضرب المتجهي بين من؟ بين عناصر المصفوفة بحجم الماسك المأخوذة بحجم الماسك وبين عناصر الماسك. بمعنى آخر، إذا أردنا أن نقوم بتمرير الماسك على أول ويندو بحجم هذا الماسك نقوم بالتالي، إنه نريد نغير أو نقوم بفلترة كل البيكسلز لازم كل البيكسل تتعرض إلى المين فلتر. فنبدأ بأول بيكسل، أول بيكسل هو موقعها IF11، هنا الصف الأول، صف الأول العمود الأول IF11. راح نضرب عناصر هذا الماسك في هذه عناصر هذه الويندو المفتوحة واللي مركزها يكون البيكسل المطلوبة، ناتج الضرب يكون يعني عناصر الماسك في هذه الويندو ناتج الضرب هو المعدل، نقوم باستبدال المعدل بقيمة البكسل. لسهولة المعالجة الرياضية بدل ما نضرب كل قيمة في 0 زائد 1/9 في 0 ممكن نتبع الأسلوب التالي. بما أنه هذه العناصر كلها هي متشابهة هي 1/9، طلع 1/9 برا القوس ونضرب في مجموع عناصر الويندو اللي هي 0 0 0 0 8 9 0 12 8. مثل ما نلاحظ هنا 1/9 في هذه عناصر الويندو اللي هي 0 0 0 زائد 0 زائد 8 زائد 9 زائد 0 زائد 12 زائد 8، مجموعها كلها يساوي لنا 37، فصير 1/9 في 37، ما يعني انه 37/9 ناتجها هو 4.1. 4.1 قربها إلى أقرب قيمة صحيحة تصير 4. نقوم باستبدال هاي القيمة 4 إلى الموقع I of 1/1، يعني بدل من 8 راح ننتج عن البلورينج ننتج عن المين فلتر العفو هي قيمة 4، أي استبدلنا قيمة المتوسط أو المعدل بقيمة 8، وهذه أول قيمة نضعها في المصفوفة اللي هي هنا المصفوفة الناتجة المفلترة filtered image، يعني هنا الصورة بعد ما نطبق عليها الماسك يجب أن تكون حجمها هو نفس حجم الصورة قبل تنفيذ الماسك. أنا دا أتكلم عن الحجم، الحجم يكون يبقى نفسه 5 في 5، وأيضا الصورة المفلترة أيضا 5 في 5، لكن القيم هي اللي تتغير أو ممكن تبقى ممكن تتغير. شلون تتغير هذه القيم؟ إنه نمرر هذا الماسك على كل بيكسل من هذه البيكسلز الصورة اللي أمامكم، بحيث في كل مرة تكون هذه البيكسل هي مركز لنافذة حجمها بحجم الماسك. نأخذ مثال آخر، لو انتقلنا بهذا الويندو أو هذه النافذة بمقدار بيكسل واحدة لنتجه إحنا باتجاه الأعمدة، يعني شفتنا أو زحفنا هذه الويندو بمقدار بيكسل واحدة، راح يكون المركز لهذه الويندو هي 9، أي الآن المفروض نجد قيمة المعدل ونستبدلها بقيمة المركز اللي هي 9 مركز لهذه الويندو. نفس الطريقة يعني هنا هذه مكانها بالصورة الأصلية مكانها هي الصف الأول العمود الثاني، نلاحظ نرجع على الصورة السابقة هذه مكانها الصف الأول 9 العمود
الثاني الصف الأول العمود الثاني نقوم بتطبيق الماسك عليها لإيجاد القيمة الجديدة بعد تطبيق الميد فلتر عليها. فنلاحظ نفس المبدأ A of 1 2 تساوي لنا 1 على 9 برا القوس في مجموع عناصر الويندو اللي هو 0 زائد 0 زائد 0 زائد 8 زائد 9 زائد 10 زائد 12 زائد 8 زائد 9. هذه هنا نفس هذه القيم. فناتجها راح يكون ناتج الجمع هو 56 مضروب في 1 على 9 يعني 56 على 9 ينتج 6.2. 6.2 نقربها إلى أقرب قيمة صحيحة تطلع 6. هذه 6 نقوم باستبدالها بقيمة المركز لهذه الويندو اللي هي 9 فتصير القيمة الجديدة هي 6 بدل ما كانت 9. فلو نلاحظ أنه إحنا في كل مرة نمرر هذه الويندو أو نزحفها راح نقوم بعملية إيجاد قيمة جديدة للبكسل واللي تتوسط هذه الويندو. فهسه أوجدنا قيمة البكسل الموجودة في الموقع الصف الأول العمود الثاني. نزحف هذه الويندو أيضا بمقدار بكسل آخر حتى تكون المركز هو هنا البكسل هي هسه 10. إذا مركز هذه الويندو هو 10. أيضا نقوم بإيجاد المعدل لهذه القيم يعني البكسل وجوارها معدلها مجموعهم كليته مقسوم على 9. مجموعهم هي 0 زائد 0 زائد 0 زائد 9 زائد 10 زائد 11 زائد 8 زائد 9 زائد 10. مجموعهم يطلع 57 على 9 ينتج 6.3. نقربها إلى أقرب قيمة صحيحة تطلع 6. نقوم باستبدال هذه القيمة نضعها بدل القيمة القديمة اللي هي 10. إذن هو هذا مبدأ عمل المين فلتر، إنه نجد معدل النقطة وجوارها ونقوم باستبدال قيمة هذا المعدل بالنقطة نفسها. إذن هنا صارت عندنا قيمة جديدة بيا مكان إنه الصف الأول العمود الثالث حتى نكمل بعدنا شنو 2 بيكسل حتى نكمل هذا الصف الأول. فننتقل إلى هنا زحفنا الويندو بمقدار بيكسل واحد باتجاه الأعمدة صارت هنا هسه قيمة 11 هي السنتر. راح نقوم بإيجاد المفروض القيمة الجديدة. شلون نلقاها؟ نجمع عناصر هذه نجمع عناصر هذه الويندو ونقسمها على ما نقسمها على التسعة راح تكون 0 زائد 0 زائد 0 زائد 10 زائد 11 زائد 12 زائد 9 زائد 10 زائد 11 مقسومة على 9 يعني 63 على 9 الناتج هو 7 على الصحيح. نقوم باستبداله ونضعه بدل القيمة القديمة اللي هي 11. موقع هذه القيمة البكسل الجديدة هو الصف الأول العمود الرابع. إذا بقت لنا بيكسل أخيرة حتى نكمل الصف الأول للصورة المفلترة. إذا نقوم بتزحيف هذه الويندو اللي هي باللون الأصفر نزحفها بمقدار بيكسل واحد راح تكون بهالاتجاه هنا باتجاه الأعمدة. لو نلاحظ إنه كل إحنا فقط إنه بهذه العمليات نمرر الويندو اللي القيم هي باقية هنا هي نفس الأوريجينال إيمج لكن الناتج هنا يكون في هذه المصفوفة الخالية من القيم ويكون حجمها بقد حجم المصفوفة الأصلية اللي هي 5 × 5. فإذا حتى نجد قيمة البكسل الأخيرة بأول صف من الصورة نزحفناها آخر تزحيف حتى يطابق حجم الفلتر أو الماسك. أيضا حتى نجد هذه القيمة الجديدة راح يكون مجموع عناصر هذه الويندو اللي هي 0 زائد 0 زائد 0 زائد 11 زائد 12 زائد 0 زائد 10 زائد 11 زائد 0 مقسوم على 9 هو 44 على 9 ينتج لنا 4.8. قربناها لأقرب قيمة صحيحة هي قريبة إلى 5 فراح تكون الناتج 5. نستبدله بالقيمة القديمة اللي هي 12 فإذا أصبح القيمة الجديدة بالموقع اللي هو الصف الأول العمود الخامس هي قيمة 5 القيمة الجديدة قيمة المتوسط. وبالتالي انتهينا من
انتهينا من استخراج قيم كل البكسل للصف الأول. إذا ننزل هسه إلى الصف الثاني، يعني هذه الويندو لازم شنو تنزل بمقدار صف، لكن نبدي بنوب من البداية كما موضح أمامكم بالشاشة. هنا نزلنا بالويندو صف بمقدار صف واحد، لكن بدينا من أول عمود. هنا هسه هذه الويندو السنتر إلها هي الـ 12، فيجب إيجاد القيمة الجديدة لهذا الـ 12 لهذا المركز. نلقاها إنه إيجاد المعدل للويندو كلها لهذه الويندو المفتوحة والملونة قيمها باللون الأصفر، نجد قيمها من خلال إيجاد المعدل لهذه الويندو اللي هو 0 زائد 8 زائد 9 زائد 0 زائد 12 زائد 8 زائد 0 زائد 13 زائد 12 مقسوم على 9، ناتج الجمع هو 62، ف 62 على 9 يطلع 6.8، وقيمتها قربناها لأقرب قيمة صحيحة هي 7. هذه 7 نقوم باستبدالها بمحل قيمة قديمة اللي هي 12. فإذا هنا القيمة الجديدة اللي هي واقعة بالعمود الأول لكن بالصف الثاني، أي إنه I of 2 1 يعني صف 2 عمود أول، قيمة جديدة راح تكون 7 محل القديمة. نفس الطريقة نزحف هذه الويندو الآن بمقدار بيكسل واحدة أو باتجاه الأعمدة، راح يكون المركز في هذه الحالة هو 8 كما موضح أمامكم في الأسفل. هنا من زحفنا هذه الويندو أصبح المركز لهذه الويندو هو 8، إذا نجد قيمة نستبدلها بقيمة المركز. شلون نلقاها؟ إنه نجد معدل هذه القيم اللي هي 8 زائد 9 زائد 10 زائد 12 زائد 8 زائد 9 زائد 13 زائد 12 زائد 8 مقسومة على 9، مجموع هذه القيم هو 89، ف 89 على 9 يطلع 9.8، قربناها إلى أقرب قيمة صحيحة هي العشرة. فإذا العشرة نستبدلها محل 8، وهذه هنا القيمة الجديدة. موقعها وين؟ موقعها بالصف الثاني العمود الثاني، الصف الثاني العمود الثاني. إذا باقي لنا 3 بيكسلز لازم نلقاها بنفس الطريقة حتى نكمل هذا الصف. نفس الشيء أيضا نزحف في كل مرة، نزحف الويندو وتكون نجد القيمة لقيمة السنتر أو قيمة المركز. نلاحظ هنا زحفنا هذه الويندو بمقدار بيكسل واحدة أي باتجاه الأعمدة، أصبح المركز هنا هو 9، هذا 9 محاط بالدائرة الحمراء. حتى نلقى القيمة الجديدة نجد معدل القيم اللي يحيط بهذا 9 بالإضافة إلى 9 نفسها، معدل هذه القيم مقسوم معدل. شلون نلقى؟ إنه نجمع قيم الويندو ونقسمها على 9، فيكون 9 زائد 10 زائد 11 زائد 8 زائد 9 زائد 10 زائد 12 زائد 8 زائد 9 مقسومة على 9، لأنه مضروب لي برا 1 على 9 في مجموع هذه القيم، الناتج 9.5، فقربناها لأقرب قيمة صحيحة صارت 9. فنستبدل 9 مكان 9 هنا بهذه الحالة، هنا ما اختلفت القيمة، يعني ورا ما أوجدنا المعدل القيمة الجديدة أيضا ما اختلفت، فماكو مشكلة نخليها مثل ما هي. فهنا لقينا القيمة الجديدة اللي هي بالموقع الصف الثاني العمود الثالث، الصف الثاني العمود الثالث، هذا اللي أقصد بـ I of 2 3. إذا هنا باقي لنا 2 بيكسل حتى نكمل الصف الثاني. زحفنا أيضا الويندو بمقدار بيكسل باتجاه الأعمدة، أصبح الآن المركز هو 10. نحاول أن نلقى القيمة الجديدة أيضا حتى نستبدلها بالعشرة. فتحنا هذه الويندو باللون الأصفر حول العشرة 3 × 3، جمعنا القيم اللي تحيط فيها اللي هي 10 زائد 11 زائد 12 زائد 9 زائد 10 زائد 11 زائد 8 زائد 9 زائد 10 مقسومة على 9، مجموع هاي القيمة هي 90 على 9 يطلع 10. إذا القيمة الجديدة هي 10، نستبدلها بالقيمة القديمة، وهنا نفس الشيء، يعني طلعت المعدل وقيمة السنتر هي نفسها، فتبقى نفسها ما تتغير، صارت 10. فإذا القيمة الجديدة بالموقع الصف الثاني العمود الرابع هي 10، الباقي هو قيمة بيكسل أخيرة بالصف الثاني. قيمة البكسل الأخيرة اللي هي 11
قيمة الدعش هنا حتى نلقاها نفس المبدأ، نجمع عناصر الجوار مع البكسل أيضا مقسوم على 9 عناصر. الجوار هي 11 12، 11 زائد 12 زائد 0 زائد 10 زائد 11 زائد 0 زائد 9 زائد 10 زائد 0 مقسوم على 9، مجموعها يطلع 63 على 9 ويساوي لنا 7. نقوم باستبدال 7 محل القيمة الأصلية، يعني 7 هي المعدل واستبدلناها بقيمة الأصلية اللي هي 11. هنا وضعنا القيمة الجديدة في الموقع اللي هو الصف الثاني العمود الخامس. بهالطريقة أكملنا الصف قيم العناصر للصف الثاني للمصفوفة المفلترة. باقي لنا 3 صفوف يجب أن نكملها. هذا الجزء اللي خاص بال3 صفوف قيم البيكسلز. ال3 صفوف هنا أنا موضحة أمامكم بالصورة. هذا مطلوب من عندكم homework. Homework هو complete the filtering process of the remaining image pixels. يعني القيم البيكسلز الباقية هو homework لكل الطلاب. أرجو من عندكم التجاوب والتفاعل مع المحاضرة وإيجاد الحل وإرساله لي حتى يكون هناك درجة يومية على الواجبات التي تعطى خلال المحاضرة. شكرا جزيلا لاستماعكم.